مباشرة من القدس معكم في رأس حامد لأهم العناوين. صرح اليوم ظهر الرئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت بأن المبادرة السعودية هي مبادرة إيجابية من شأنها أن تحل مرتطقة الشرق الأوسط وأن تجعل الاستقرار كاملا. هذه هي المرة الأولى التي يعترف بها الحكومة الإسرائيلية وأولمرت بهذه المبادرة التي من شأنها كما يقول أن تحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حسن نصر الله صرح البارحة بأن الجنود الإسرائيليين إلداد ريجيف وإيهود جولدفاسر ما زالوا على قيد الحياة. هذا هو الإعلان الرسمي من حسن نصر الله بأن الجنود ما زالوا قيد الحياة، وهو يقول أي أدلة وإثبات بأنهم على قيد الحياة؟ هذا يأتي مقابل أسرى لبنانيون أهمهم سمير قنطار. وكالة أخبار فرنسية تصدر خبرا بأن سوريا وضعت ألاف الصواريخ متوسطة المدى بالقرب من حدودها مع إسرائيل. حسب الخبر بأن هذه الصواريخ من الممكن أن تضر بشكل خاص مدن شمالية البلاد. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قال بأنه من في أيدي نظام الأمن لا يوجد معلومات على نية سوريا بأي هجوم عسكري على إسرائيل. الإعلام الإسرائيلي ينشر خبر بأن المواجهة ما بين الجيش الإسرائيلي وحماس قريبة جدا، فعلى مر الفترة الأخيرة رأينا بأن الطرفين يتأهبون لمواجهة كهذه، حيث أن حماس بالأخص في غزة تتقلد بطريقة حزب الله وهي حرب الأنفاق، والإسرائيليون من الطرف الآخر يتأهبون بتدريبات، لذلك الحرب في قطاع غزة قريبة. ضربة قاسية لإسرائيل بعد جهود كبيرة من أجل منع اعتراف دولي بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة حماس. قادت 27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في نهاية الأسبوع في بريسل أعلنوا بأن أوروبا تظهر نوعا من التطرية وتنوي قبول الحقيقة بأن هنية وحكومته لا يريدون الاعتراف في إسرائيل. مصير الثلاثة لاجئين السودانيين الأولاد الذين وصلوا إلى إسرائيل يأتي بالأمل القليل. ثلاثة صوماليون، اثنان أبناء 15 وآخر يبلغ 17، هربوا من السودان جراء الحرب وصلوا إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل والآن إلى مدرسة داخلية إسرائيلية. في الرياضة، شاحر بئر لاعبة التنس الإسرائيلية فازت البارحة في بطولة إستراليا بتحقيق وإنجاز كبير، والإسرائيليون ينتظرون انتصارات أخيرة إلى شاحر بئر. إنفولايف تي في تقدم تقرير خاص من العراق حول العمليات التفجيرية وكذلك لقاء ما بين إيران وأمريكا. تقرير آخر وهو تقرير الثقافة والحضارة، هاملت هي لشكسبير لكن الإسرائيليون يقومون بذلك. تقرير آخر ومشوق عن مريم وهي ابنة عربية مسلمة من طرعان التي تقدم امتحانا لمعرفة إسرائيل. إنفولايف نقطة تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت والتي تبث بأربع لغات مباشرة من القدس. لسماع أخبار مباشرة من إسرائيل والشرق الأوسط، إنفولايف تي في تتواجد في قلب الحدث وفي قلب التاريخ وفي قلب إسرائيل. إنفولايف نقطة تي في.